المواقف الصعبة أو من أصعب المواقف اللي تمر أغلب الأحيان اللي يجي في البال اللي هي مواقف الوفاة أو غيرها. أنا قبل كنت أروح مقابلة تلفزيونية، وآخر مرة رحت المقابلة التلفزيونية كنت قبل لا تتوفى جدتي الله يرحمها، وكل ما طلعت أنا في قناة دائم أقول أنشودة وأربطها بجدتي. أنا جدتي الله يرحمها كان فيها جلطة، وكل ما جيت عند أحد أو طلعت مع أحد أقول هذه الأنشودة إهداء لجدتي عسى الله يقومها بالسلامة. فمن أصعب المواقف اللي مرت علي موقف جدتي، هذه كانت آخر مقابلة طلعت فيها وقلت أنشودة عن المريض وما المريض. اليوم الثاني اتصلت على جدتي، اتصلت على أبوي قالت تعالوا عندي في البيت. يوم جينا عندها في البيت قالت وين سعد؟ جيت عندها أنا تقول خليك عندي، هي جدتي الله يرحمها كان ظفرها هذا طويل، كل ما قعدت عندها تقول شو أخبارك؟ تقبصني، أجي عندها أرجع البيت هذا أزرق، عرفت؟ فكانت تقول لي شو أخبارك؟ عساك طيب؟ قلت شو وراك ما قبصتني؟ قالت لا اليوم مسامحتك ماني بقبصتك، وتجي وتحضني كل شوي. كانت هذه على آخر أيامي معها. فقعدنا، هي دقت على أبوي تقريبا الساعة 12 في الليل قالت تعالوا عندي الحين كلكم، وجينا لأن عماني وعماتي كلهم فيه، وجينا قد عندها. بعد ما رحنا قالت لي سعد تعال، وجيت وقامت تضمني وتحب راسي وطلعنا. سبحان الله دقة عمتي دقت علينا الساعة 3 في الليل قالت تعالوا لنا عند المستشفى العلي. يوم رحنا مستشفى العلي لأن جدتي كانت على السرير الله يرحمها، وكانوا يسووا لها الإنعاش وما الإنعاش، وكانت هذه يعني آخر لحظة أنا شفت فيها جدتي، وآخر شخص على قولتهم ضمته كان أنا. فهذا كان من أصعب المواقف اللي مرت علي. وغير كذا الأنشودة اللي كنت دائما أكررها إذا رحت القنوات التلفزيونية ما قلتها هنا نهائيا، لأني كل ما قلتها أول من يجي في بالي جدتي الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها ويغفر لها.